السلام عليكم. باقي عاقل في واحد الفتره قبل ما شري الكاميرا كانت عندي واحد الفكره ديال واحد الفيديو باغي نصوره، قلت مع بالي ما حتىش نصوره دابا حتى نشري الكاميرا ونصوره باش يطلع بواحد كواليتي واعره ويكون الفيديو مخدوم مزيان. من بعد واحد المده قصيره خديت ديك الكاميرا اللي كنت باغي، ديك الساعه قلت مع بالي اوكي صافي غنبدا نصور ديك الفيديو اللي اجلته هذه واحد المده حتى ناخذ الكاميرا دابا هي الساعه باش نبدا نصور. هادشي نورمال اللي كان خصني نعمل، ولكن لا، عاود قررت انني نزيد نستنى. هاد المره تتوصلني واحد اللانس كنت طالبه من امازون، وبطبيعه الحال فاش غادي توصلني ديك اللانس عاوتاني غنخلق عذر اخر وغنقول خصني نستنى حتى نشري عاود شي ميكروفون، من بعد عاوتاني شي حاجه اخرى حتى ديك الفكره صافي غادي نمل منها وما عمرني غادي نخدمها وما عمرها غادي تخرج من ارض الواقع، غادي تموت. طبط هادشي اللي وقع لي، ديك الفكره وديك الفيديو ما عمره تصور. الا جاك الالهام او الفرصه تعمل شي حاجه فراه خصك تبداها في ديك اللحظه، ما تاجلش، ما تقولش حتى تنجيب شي حاجه او تنديك النهار المعين، ما تبقاش تسول راسك واش هذا هو الوقت المناسب. ثق فيا في هادشي اللي كنقولو حيت عندي تجربه شخصيه، راه ما كاينش ديك الوقت اللي كتسنى، ما عمره ما غيوصل. داكشي اللي كنتي غتاجلو للمستقبل بداه دابا. فواحد الوقيته كنت قريت واحد المقوله وعجبتني بزاف حيت كتنطبق عليا، الفيوتشر ديالك هو الحاضر اللي انت كتعيشو دابا، داكشي اللي غتاجلو تبداه من بعد خصك تبداه دابا. كنتمنى نكون كنت خفيف عليكم في هاد الفيديو. الا كنتي كتفكر واش غادي تعمل سبسكرايب دابا ولا حتى تشوف الفيديو اللي جاي، راه خصني ناكد لك بلي هذا هو الوقت المناسب باش دير سبسكرايب. السلام عليكم.